تمنى عضو مجلس القيادة الرئاسية اللواء الركن فرج البحسني جهود المملكة العربية السعودية ودعمها المستمر لليمن في مختلف المجالات. وعبر البحسني عن شكره وتقديره لجهود السعودية في الجوانب الإنسانية والإغاثية والاقتصادية، والتي كان آخرها توقيع عقد مشروع تشغيل وإدارة مستشفى عدن العام. أكد أن المشروع سيعمل على تحسين أداء القطاع الصحي والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لأبناء عدن والمحافظات المجاورة لها.